انا زعما كيفاش كنقولوا شاده تقاري ما كنديهاش بلا في الناس الاخرين. بالنسبه ليا هو فيستيفال ديال السينما خص يكون سينمائيين حضور اكثر من وقيلة شي حاجه واحده اخرى اللي ما عندهاش علاقه مع السينما ولكن عندها علاقه مع السوشيال ميديا اللي فكان هذا الشيء ما كاينش. كيكون واحد النظام وكيكون واحد سميتو. حنا اوني كفنانين ممثله عندي 20 عام ديال الخدمه في كينشتا 20 عام ديال التمثيل الى كندير السوشيال ميديا لانه هو غير اكтуаل غير كنت ادابتاو مع الجيل اللي هو كاين ولكن ماشي نفس المستوى ولا نفس العقليه. اذا هذا نظام ماشي انا اللي غادي نقدر نقول شنو خصهم يديروا ولكن هو نظام فكان ما كاينش. كان عندنا فيلم واحد في المهرجان في الكومبيتيسيون اوفيسيال اللي كان في كان انتم عارفين كان في كان في الفيستيفال ديال كان. اذا هذا شرف لنا ما نقدرش نقول شي حاجه الا ما تكون يعني بافتخار. نتمنى يكون ياخذ شي جائزه في المهرجان مراكش.